ازاي اقدر اكتشف الوزنات والمواهب اللي موجودة عندي. لسه معاكم في سلسلة فيديوهات اسألني سؤال، وده سؤال من ضمن الاسئلة اللي جات على رسائل الصفحة. في حاجة مهمة نفهمها هنا الاول قبل ما نجاوب على السؤال، وهي ان احنا طبعا من واحنا صغيرين اسلوب التربية اللي انا اتربيت بيه هو اللي كان المفروض يساعدني على ان انا اكتشف مواهبي والحاجات اللي انا شاطر فيها والحاجات اللي انا مش شاطر فيها وهكذا. يعني لما اسمع مثلا من بابا او ماما او اي حد من اللي حواليا: برافو انت شاطر في الكورة، انت رسمك حلو قوي، انت ودانك موسيقية، شكلك هتطلعي فنانة، انت بتحب تتعامل مع الناس بشكل ايجابي ولطيف، شكلك كده هتطلع شخصية اجتماعية وهكذا. التعليقات اللي من النوع ده والكلمات دي هي اللي المفروض انها بتخليني اكتشف نفسي ومواهبي وزناتي بشكل مبكر من وانا صغير. المشكلة بقى اللي بتقابلني ان انا لما بكبر ومحدش كان ساعدني في ده من وانا صغير، بيبقى فعلا عليا دور ان انا اساعد نفسي بنفسي واحاول اكتشفني انا بنفسي. يعني نظام ان محدش اكتشفني بقى ولا قدر مواهبي الفظيعة، فانا قررت ان انا اللي هكتشف نفسي بنفسي على كبر. وعشان اكتشف انا بنفسي الحتة دي فيا، في الحقيقة انا بحتاج وقت شوية، بحتاج اكون ماشي سكة فيها وعي بنفسي، ادراك لافكاري والمشاعري، بحب ايه ومش بحب ايه، ايه اللي بيضايقني وايه اللي بيفرحني، ايه اللي عندي شغف فيه وبستمتع وانا بعمله، وايه اللي انا بتضايق وانا بعمله. سكة فيها كبران وعي، نضوج تدريجي، سكة بيحصل فيها نمو في شخصيتي. مع الوقت بكتشف نقط ضعفي، نقط قوتي، مميزاتي، عيوبي، الصفات الايجابية اللي فيا، الوزنات اللي ربنا ادهاني وهكذا. طب ده يحصل ازاي بشكل عملي، او انا اعمله بشكل مقصود ازاي دلوقتي؟ هنقول 7 افكار بسيطة يمكن تساعدني على اكتشاف مواهبي. رقم 1، هفهم شخصيتي كويس. اي محاضرة، تدريب، كتاب بيتكلم عن انواع الشخصيات ما تسيبوش يفلت من تحت ايدك. كل ما هتسمع كتير كل ما هيتكون عندك وعي ونضوج تدريجي زي ما قلنا. وهتلاقي في الديسكريبشن تحت الفيديو محاضرة عن انواع الشخصيات، هتلاقي اللينك بتاعها موجود. رقم 2، هدرس نظرية انواع الذكاءات المتعددة. النظرية دي هايلة جدا لانها بتعرفني انواع الذكاءات اللي موجودة عندي، وكل نوع ذكاء ممكن يساعدني اشتغل في انهي مجالات شغلي في الحياة كمان. الذكاء الاجتماعي، الذكاء الموسيقي او الايقاعي، البصري، المنطقي، الذكاء اللغوي، الذكاء الطبيعي او البيئي، الذكاء الحركي او البدني، الذكاء الشخصي. هعمل سيرش عن نظرية الذكاءات المتعددة على النت، هيطلع لي فيديوهات كتير ومقالات كتير قوي فيها الشرح بالتفصيل، مش عايز اخوض فيها دلوقتي. لو عملت كمان سيرش عن اختبار الذكاءات المتعددة هيطلع لك في فايل ممكن تحله، هو اختبار تشخيصي عملي، اسئلة بتجاوبها بتعرف على طول انواع الذكاءات اللي عندك. ولو معرفتش توصل له بعت لنا على رسائل الصفحة، هنبعت لك الفايل ده. هو فايل PDF لطيف كده، وفي واحد للكبار وواحد للصغيرين. رقم 3، خلي بالك من اراء الاخرين، خصوصا الاراء الايجابية اللي بتجيلك، الناس اللي بتشجعك. اسمع كويس، انتبه للي بيتقالك، اتعلم تستقبل التشجيع والاراء اللي فيها توجيه ايجابي. يمكن الخدمة هنا، الناس اللي بتخدم، فرصة خصبة جدا ان انا اكتشف نفسي، خصوصا لو تحت ارشاد او لو مع امين خدمة واعي موهوب في استخدام مواهب وزنات الخدام اللي معاه. هتكون محظوظ ان ربنا حط في طريقك شخص زي ده. انا شخصيا كنت برنم وبس، ما كنتش اعرف ان انا شاطر في المشورة. لما امين الخدمة طلب مني ان انا احضر كلمة مشورية انا رفضت في البداية، قلت له انا بتاع ترانيم وبس ماليش في القصة دي. لما الح عليا وقال لي لا لازم تجرب، انا شايف فيك الموهبة دي، اكتشفت فعلا ان انا عندي وزنة ومش بستخدمها، وهي خدمة الكلمة كموهبة روحية او بالمسمى النفسي نقدر نسميها القدرة على تقديم المحاضرات او تدريب اخرين او اي مسمى. فما ترفضش. رقم 4، جرب حاجات كتير، اسعى في كذا طريق وكذا سكة. كل اللي بيطلب مني هعمله واجربه، مع الوقت هفهم واكتشف نفسي، وكأني دلوقتي بعمل اللي كان المفروض يتعمل معايا من وانا صغير، بس انا لما بعمله مع نفسي دلوقتي. كان المفروض ماما توديني تريننج سباحة، توديني موسيقى، توديني رسم، توديني اجرب اخد دروس، اجرب اعزف على آلة وهكذا، فانا بعمل ده بنفسي دلوقتي. رقم 5، بصلي وبطلب من ربنا يفتح عينيا، يديني استنارة روحية افهم دعوتي، الوزنات اللي هو ادهاني، عشان اتاجر بيها بشطارة واكون امين على كل وزنة وما ادفنهاش بجهلي زي العبد الكسلان اللي دفن الوزنة بتاعته. رقم 6، هستغل الوزنات اللي انا اتعرفت عليها في الوقت الحالي لغاية ما اكتشف الباقي. مش هفضل قاعد حاطط ايدي على خدي، لان اللي بيحصل في الواقع هو ان انا وانا ماشي في حياتي عادي وبستغل وزنة واحدة مثلا من الوزنات اللي عندي اللي انا مكتشفها، وانا بستغلها وارد جدا ان انا اكتشف باقي الوزنات اللي موجودة عندي بالتدريج وما كنتش اعرفها. رقم 7، هبطل استقل الوزنة اللي معايا. يمكن يكون عندي وزنة واحدة بس زي ما قلنا، مش ازمة، بس المفروض ان انا استغلها وتاجر بيها بشطارة زي ما قلت.
مش لازم ابص على وزنات غيري، فلان معاه 3 وزنات، فلانه معاها 5 وزنات، مش معنى انا اللي معايا وزنه واحده المقارنه هنا هتحبطني، هتخليني مش عايز استغل الوزنات اللي معايا، هتلاقيني بستقل طول الوقت، هتلاقيني متذمر طول الوقت. ربنا حط العبره في الامانه مش في عدد الوزنات، يعني اكون امين في الوزنه اللي معايا مش عدد الوزنات معايا كام، مش هو ده المعيار. ربنا يدينا كلنا حكمة في استخدام وزناتنا لحساب الملكوت عشان نسمع منه الوعد الأمين: نعما أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. مستني أسئلتكم على رسائل الصفحة أو في الكومنتات اللي تحت الفيديو، بنصور الإجابة في فيديو زي كده وبنرفعه على اليوتيوب عشان كله يستفيد. ربنا معاكم.